من جهة أخرى، من المقرر أن تشكل العملية السياسية في سوريا محور لقاء مرتقب بين وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف وممثل الأمم المتحدة الخاص بشأن سوريا ستيفن ديمستورا. نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن متحدثة باسم الخارجية قولها إن لافروف سيلتقي ديمستورا غدا الأربعاء في موسكو، وأوضحت أن الطرفين سيبحثان فرص بدء حوار حقيقي بين دمشق والمعارضة السورية.